بحط اغنيه صح؟ يعني انا مثلا الكاركتر احط اغنيه لايقه على الكاركتر، مش اول ما سحبت حزامي بقى سحبت حزامك انت. لو سحبت عليا اف 16 مش هتحرك من مكاني، انا لو زعقت لك هتهر على نفسك. انت واعي؟ بس برضو خلينا نتكلم صح. الحاجه الوحيده اللي انت قلتها صادقه في الفيديو، اللي هو اول ما سحبت حزامي بقوا بيتنططوا قدامي، عشان هم فعلا اتنططوا قدامنا كلنا. يعني هو بالعافية؟ ما لو الدنيا طرية والدنيا لوحدهم ايه؟ وبعدين ايه أجرت البسكليت؟ يعني في حد يأجر ابوه؟ في حد يأجر الراجل اللي جابه؟ تجي نتجوز بالسبت، اهلي واهلك ما يدروا، تجي ناخد بيت بعيد ونخلف بيبي صغير. وماله؟ خلف بيبي صغير جدا دلوقتي؟ لا عشان دلوقتي حالا نخلف بيبي صغير؟ يلا يعني سيبك بقى من نشوف بيت بعيد وفي السر نخلي بيبي بعيد وبعد كده نشوف احنا ممكن نعمل ايه في الدنيا. انا تسع كوبايه شاي اشربها علشان احاول افوق من ساعه ما صحيت من النوم مش عارفه افوق. اول ما شفتك الدنيا بقت واسعه بالنسبه لي. ارقصي من هنا للصبح وتجرأتي يا روحي، امال ايه يا حبيبتي؟ امال هي بايه؟ يعني هي دي واحدة مقفلة امال هي بايه؟ وجاية بتعمل كماليات بالرأس، بتزود بالرأس، فانا ما ينفعش بقى حتة شمامة اجي اقول لها هي اصلا مش بالرأس وهي اصلا مقفلة، امال هي بايه؟ يعني ما ينفعش ميسي يبقى احسن واحد بيلعب فاولات في العالم، اجي انا لاعب ديفندر عرة ماليش لازمة في الدنيا اجي اقول لميسي جرايا ميسي هي مش بالفاولات، وهو اصلا ميسي مقفل اللعبة. فيعني نصحى للكلام اللي احنا بنقوله. احنا عارفين ان هدفك من الفيديو ان انت ولا تورينا وشك ولا رجلك ولا قفاكي ولا احنا الرساله وصلت. قلت شكرا، مع السلامه. مع السلامه. حدا بيعرف وين الشخص اللي بتحطه على الجرح بتيب؟ لانه الصراحه كل اللي بعرفهم بيعملوا التهاب. انت بقى جايه تدوري عندنا احنا؟ طب ما احنا هنعمل لك برضه التهابات، هنعمل لك التهابات قوي والتهابات اس 2، فيعني تروحي تشوفي كده ارضي باللي ربنا كتبه لك وخليكي في اللي بيعمل لك التهابات بس، عشان احنا هنعمل لك التهابات جدا. طب انت ايه قاعد على حاجه طيب؟ ولا انت قالب الكرسي وقاعد على رجوله؟ ولا نهارك ازرق؟ انت بتهبي بيه بنفسك. اسمع، محدش هينفعك غير اختك واخوك. لا وايه كمان يا وسخه هينفعني؟ كان القرد نفع نفسه بدل ما قاعد يكمل الساعه لعب في الزلط.